معايا كليك على يوتيوب ميوزيك انا معاك كل النهار فيما كنت تعرف اسمو طاري وشنو صار باختصار فهمني وفهم اللي صار تاعش هذا معاك وجاك بشغل كبار راني معاك كل النهار ايش مادي استماع استم ربي في اللاون شعلت الويندوز حليت النافذة حكمو 35 عام سجن النافذة لبن علي ومرتو بنت الفائدة وانا مالية 91 مليون غرامة مالية نفرج ولا نخلي داك الشي مستور بشار الاسد كان يتعهد في الخطاب ديالو باجراء انتخابات وتعديل الدستور اشهد البلانية عشرات الالاف المحتجين في المدن الاسبانية وهاد الشي سطانية واش بغيتو يا هاد الناس يا عادمين الاحساس دستور ديالنا جديد فيه العديد من الاشياء الايجابية قيلونا عليكم وما بغيناش الفتنة فحل الاخرين نديرو يد في يد وربي زيدنا الالاف المتظاهرين كيطلبوا بالمزيد من الاصلاحات واش بغيتو اكثر شوف شحال الناس طماعة لا يبقى السر ائمة وخطباء ومؤدين وذاك النهار حتى هما احتجوا للبرلمان لهيكلة وتحسين اوضاعهم في امان رؤساء جماعات سابقين من زمان امام قاضي تحقيق مراش والفياكرا نقصوا ليها في الثمن وهذا الشيء ماشي غريبه موسم عرائق كيلتهم بالغابات في المغربه اه قد فكرت شو على صجنا هذا سيمانا لا يكون معنا وفات رمضان الاضرابات اللي نايضه كتاجل اكثر من 14000 ملف بمحكمه تجاريه بالدار البيضاء باش تعادله حفل زفاف جماعي في قصبه تعادله اجي معايا كليكي على يوتيوب ميوزيك انا معاك كل النهار فيما كنت تعرف اسمو طاري وشنو صار باختصار فهمني وفهم اللي صار تاعش هذا معاك وجاك بشغل كبار راني معاك كل النهار ايش مادي استماع استم ربي في اللاون الله يعاون